السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه والعافيه. لنتم على الناس زاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ثم اللايكات ثم اللايكات، ودبروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء، والله يعطيكم من نويتو في خاطركم. قبل ما ندوز للكواليس ديال الصلح واشنو واقع، غادي نوضح واحد المساله لاخر مره. كاين شي وحدين خرجوا البارح كيقول لك ان القنوات اللي مع السعاد هما اللي ما باغينش هذا الصلح، وهما اللي حابسين هذا الصلح، وهادو كيعاتبونا. شي وحدين يلا تدخلوا في الموضوع، شي وحدين ما كانوش كيدافعوا على السعاد، يلا ولاو كيدافعوا على السعاد. قال لك حقه بعده من السعاد خليوها تصالح مع بنتها. وكاين بعض المتابعين اللي كيقول لك القنوات اللي مع السعاد وهما اللي ما مخليناش تصالح مع بنتها، وهما اللي مشعلين هذه الميشه، هما المستفيدين من هذا الشيء. وبزاف ديال الهضره قالت البارح. انا شفت واحد التعاليق في واحد اللايف لا داعي للذكر اسم القناه، واحد القضيه. حنا القنوات اللي مع سعاد راه دافعنا عليها من الاول، ملي الله بدا المشكل، ملي كانت سعاد كتشرشم، ملي كانت سعاد كتخرج تبكي وتندب وما كان حتى واحد كيرحمها، ملي كانت سعاد تبوش عليها العرق، سعاد مسكينه كانت كتموت ديك الساعه، وكنا كنمشيو ندي بلاصه وتلفاس، وكنساندو سعاد في المحاكم، وكنخسروا فلوسنا من جيبنا. كان الناس ديك الساعه كيشرشموا في العارض ديال سعاد، وكيضربوا في الشراب ديال سعاد، وما رحموهاش. سعاد في السبيطار ما رحموهاش، سعاد خارجه كتبكي وكتجذب ما رحموهاش. حنا ماشي هضرنا على مسألة الصلح، حنا بغينا الصلح يكون بقوانين، ويكون الصلح بالعز، الصلح ديال العز، ويكون الصلح بحسن النية. هادشي اللي بغينا. بالعكس حنا بالفرحات علينا، وحنا رجعوا للفيديوهات ديالنا القدام، الحمد لله المجموعة ديالنا كاملة، ما كاينش شي واحد ضد الصلح. حتى ديك المرة ملي كانوا داروا الصلح في الكواليس، كانوا يخرجوا القنوات، تحية لي مولاة الماسك، خديجة، أحلام، فدوى شانيل، مولاة الماسك، أنا، طامو الفرشة، كنا خرجنا قلنا يدنا ممدودة للصلح. قلنا مرحبا وسعاد حرة تصالح ولا ما تصالح، شغل هذاك، وبغينا الشمل يتجمع. وانما باش تقولوا حق القنوات اللي مع سعاد هما اللي باغين الصلح، لا 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 لا، ما تعلقوش على هذه الشماعه. الا كنتو نتوما باغين الصلح ضد في البقه، حنا ما باغين الصلح ضد في البقه، حنا باغين الصلح يكون بحسن النيه. اما داك تصالحي مع ضد في البقه ما عندنا ما نديرو بها. حق سيري تصالحي معها ضد في السريعه، علاش غتصالح معها ضد في السريعه؟ يعني هذا ماشي صلح، هذا غير ماشي صلح، هذا من اجل الخدمه، من اجل باش بقى. لا، حنا بغينا الصلح يكون على حقه وطريقه، الصلح يكون بحسن النيه. البنت فعلا تكون باغا تعيش مع امها، وتكون باغا داك حسن النيه، ويتصافاو القلوب، عاد يكونوا التنازلات. حنا ماشي ما هضرنا، ماشي ما بغينا الصلح. حنا قلنا الصلح ما يكونش مع البقه، التنازل ما يكونش للبقه. اما البنت مع بنتها اما الام مع بنتها، قسما بالله العلي العظيم، الى بكل روح رياضيه وحنا فرحانين ونمشيو تما ودارت سعاد شي حفله نكبروا بها. وسعاد راه عارفه هذا الشيء، وسعاد عارفه انا اش كنسواو. سعاد راه كتواصل معايا. الناس اللي كيهاجموني البارح كيقول لك حقا داك السكيتش، غنهضر على الروباله. الروباله البارح في المنصه قالت لي ياسين قلتوا على سعاد مدلوله. بالعكس ما قلناش على مدلوله. السكيتش انت ما تفرجتيش فيه، والله ما تفرجتي في السكيتش اللي درنا في القناه عطام والفرشه. حنا متسنا غير المشهد كيفاش سعاد كطلب تزوج بنتها. فعلا سعاد طلبات بنتها، وبنتها ما عبرتهاش في اللايف، خرجوا القنوات قال لها علاش ما عبرتيش بنتك، تعطاو لبنتها للراس، عاد بنتها كترطب. انت الروبالة ما تفرجتيش في سميتو في السكيتش، والله ما تفرجتي فيه. الا غا وصلوك المعلومات، غا وصلوك الهضره، غا وصلوك، وصلوك داكشي بالغلط. كنت تفرجتي في الفيديو كامل غادا تفهمي، وقراي غا من العنوان، العنوان قراي شنو في العنوان. كلنا الام، فهمتي؟ العنوان راه ملخص كلشي. هضرنا على سعاد، ان سعاد حنا بغينا العز، تصالح بالعز ديالها، يكون داكشي بحسن النيه. اما نبقى انا نقولها تصالحي معها ضد في البقه، خوتي هذا ماشي صلح. تصالحي معها ضد في البقه، ايوا تصالح معها غدا تخرج تضرب فيها. هذا الشيء اللي كاين. اما قضيه الدفاع ولا حق خليو البنت تصالح مع امها وانتم ضد هذا الصلح، وهذه راه ما كايناش هذه الهضره اخوتي، راه غير الكذوب. بالعكس انا بكل روح رياضيه، والمتابعين راه مشاهدين الحمد لله على هذا الشيء. شكون اللي كان كيساند سعاد من النهار الاول، وشكون القنوات اللي كان واقفين مع سعاد؟ وكاين بعض القنوات، تحيه لمولات فيديو اللي منهم الاخت حنان بانوراما، منهم مولات الماسك، ومنهم فدوى شانيل، وما عقلتش شكون اللي كانوا ساهموا ماديا في القضايا ديال سعاد. ساهموا ماديا من جيبهم، ابار الهضره في اليوتيوب، راه ساهموا ماديا. وكاين القنوات اللي وقعوا مع سعاد في الخاص بلا فيديوهات بلا حتى شي حاجه، كنمشيو تلفاس وكنبقوا معها الحمد لله. الله يسهل على ديك بنت الناس. سعاد نيه، وسعاد حنا لا تقلقنا عليها وعاتبناها من باب المحبه، من باب المحبه، بحال اختي غلطات وكننصحها، ماشي كنهاجمها. حاشا باش نهاجم سعاد وهالفيديوهات ديالي باقا نشاهدن. انا لا، الى عاتبت سعاد شي نهار المشاهدين ديالي كيفهموني، عارفين الطريقه ديالي. الى هاجمت راه لمصلحتها،
الا هضرت معاه مثلا شي حاجه قصحت معاه شي نهار ولا شي حاجه راه لمصلحته، ما عمرني ما كنت ضد الصلح وما عمرني ما غادي نكون ضد الصلح. المبدا ديالي واضح وباين، انا باغي الصلح يكون بحسن النيه، باغي القلوب تصافى، ماشي حق سيري تصالحي معاه ضد في مرات باك. ايوا هذا ماشي صلح اخوتي هذا، وفهموني الله يرحم لكم والدين، باش حتى شي واحد ما يبقى يلا دخل على الموضوع او لا يلا بغى ينقض على الموضوع يبدا يهاجم فينا حنا القنوات اللي كنا من شحال هذه، راه ما غنسمحوش بهذا الشيء، كل واحد كرامته فوق كل شيء. دابا غندوز نتكلم لكم على الكواليس ديال الصلح واشنو واقع في الكواليس، وهاد الحريره اللي واقعه كامله والبنت دايره مسكه في كوميرا. شوفوا البنت زمتتها حنان بانوراما من الاخر، زمتتها البارح خارجه كتجاوب حنان بانوراما، قالت لي حنان باغا نصلح، ها هو بلاتي 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 كتقول القنوات ما باغاش الصلح مع سعاد، والاغلبيه القنوات ما بقاوش كيقولوا العاقه، اغلبيه كيقول حنان بيدا كتقول بنت سعاد، بنت سعاد، بنت بوكريشه، سعاد ماشي طيحت من راسها، سعاد طيحت قيمتها للارض واعتذرت من بنتها. فعلا ما عجبنيش الحال ملي خرجت سعاد كتطلب من البنت، ماشي الخابيه اللي كتمشي عند الغراب، الغراب اللي انتوما باش تنصحوا البنت وديروا البنت عقلها وتقول لها سيري يا يسرى تصالحي مع امك، يسرى هذه فرصه، يسرى شوفي الام ديالك مسكينه شنو دارت، شوفي الام اللي هي هانت راسها، شوفي امك خسرت فلوسها، انتوما باقي الان كتقولوا لسعاد ايوا سعاد دايره غلط كبير مخرجه قضيه زنا المحارم، ايوا سعاد غلطات، انتوما باقي كتوقعوا على الجرح. وتجيو تقول لي انا حق قدرت، لا ما تقولش على المدلوله، نقول اللي بغيتو. شوفوا راه ما كندخلش انا في القنوات، واحد القضيه راه كل قناه حره، ما عمرني ما نقصت لا شي قناه قلت لها قلتي وقلتي وقلتي، اللي عنده قال لك كل واحد عنده فمو، كل واحد عنده قناته كيهضر كما بغى، كما انا ما كنطاولش على القنوات وكننقز على القنوات حتى شي واحد ما ينقز عليا الله يرحمكم والدي. حيت البارح ما عجبنيش الحال باش ما نكذبش عليكم، واخا ضحكت في اللايف وداكشي ولكن راه ما عجبنيش الحال، ما بقاش كندور فيها فراسي من بعد، قلت كيفاش هادو عامين ولا شحال وما كيشرش مو سعاد وكيضربوا فيها، ودابا ملي تخاصموا مع البقا حق ضد في البقا غندافع على سميتو، يا ولا اللي غيدافع يدافع على مبدا من الاول، هادشي اللي كنعرف انا. اما قضيه الصلح راه قلتها غنعاود نقولها، راه اللي بغى يتصالح الله يسهل عليه، راه قسما بالله حنا كنهضروا في الكواليس وكلشي بكل روح رياضيه وسعاد راه عارفه كل واحد شنو كيسوى وكل واحد بلاكته على ظهره. مال الاخر بحال دابا انا غنتخاصم مع سعاد غادي نوض ندافع على البقا ونقول البقا نوضي على البقا وديري الشكايات بسعاد، ونوض انا نهاجمكم انتوما اللي كنتو كدافعوا على البقا عامين هادي وثلاث سنين هادي وانتوما كدافعوا عليها، نقول لكم حقا ما كانش عليكم تقولوا لا ولا ما تقولوش لا ولا ديروا فعلوا، ما نقولش لكم نقول هما سابقني الموضوع هما راه معاها. وتحيه للمتابعين اللي كانوا تما اللي كانوا كيقولوا كلمه حق، تحيه ليهم، بقى المتابعين ديالكم كانوا كيقولوا كلمه حق، كانوا كيقولوا دي ياسر راه ما عمره ما ضرب في سعاد، ياسر انا عرفتك الروبانه ما تفرجتيش، انا عارف اشوفي عارف غير مصل لك الهضره، وت الهضره ما مصلناش كما هي، شي الهضره اللي مصل لك ما مصلناش لك كما هي، راه قال لا سعاد مدلوله، هاد المدلوله ما قلناهاش مره في سكيتش، هادي شتيها غير من راسك، ما كايناش في سكيتش مره هاد كلمه مدلوله، درنا سكيتش مثلنا الدور ديال سعاد عادي، والمتابعين قال لك مثلنا الواقع المر، كيفاش البنت كيفاش الام كتطلب وتزوق بنتها الصلح والبنت معفره وهزه صنافره للسماء، هادي حقيقه ما نكروهاش. البنت عاقه مسخوطه من الاخر، وغادي نبقى نقول لها المسخوطه، وغتنوض شي قناه غتهضر عليا غادي نشرشمها، انا كنقول لكم غتنقز عليا شي قناه، انا ما كنناقش على القنوات وانا كنحترم القنوات كاملين، ولكن باش انا نقول شي كلمه وتنوض شي قناه تهاجمني راه غنشتف عليها، كل واحد عنده فمو يقول بي اللي بغى. من الاخر اما قضيه الصلح والكواليس راه خدامه، واش بالله عليكم واش عائله بوكريتا غادي يبغيو هذا الصلح؟ راه ولاد الحرام مقطرين هذوك، والله الا ولاد الحرام داكشي اللي داروا في ديك الام راه ما كاينش، الام سعاد مسكينه راه باقا الان، باقا الان سعاد كتعاني من دوك الصدمات ومن داك هذاك المشاكل اللي خلق ليها بوكريشه وشنيتيكا وخواتاتو هاد البقا هاد المجرمه هاد الخانزه وملي كان انا ما فهمتش انا ملي كانت البقا كيديروا لها السواني باش دير شكايه تصيفط سعاد للحبس وتجمعوا ليها الفلوس باش كدير السواني، عمرنا دخلنا فيكم قلنا لكم باش كتجمعوا ليها، ما قلتوش هذيك راها ام، ما كانت سعاد ديك الساعة أم، كان ديك الساعة طوبة، كان ديك الساعة كلبة، كان ديك الساعة بنت الشيفون، كان ديك الساعة هكا، دابا عاد ولات سعاد أم، خليونا هانيين كل واحد خدام على راسو، خليونا كل واحد حر في راسو، راه غندخلو هاد الصراعات غنبداو عاوتاني شد لي نقطع لك ما بين القنوات، ما كنحملش أنا شي قناة تنقض على شي قناة، أعدى حاجة عندي، قبيلتنا الإحترام الله يرحم لكم والدين، وراه كل واحد راه الأرشيف راه باقي في اليوتيوب. راه نبدا نحط عاوتاني في المقاطع، راه كاين المقاطع ضرب شرف سعاد وقذف المحصنات
الهبيله وام غير صالحه وسيري يسرى صيفطي امك للحبس ديري بيها شكايه صيفطيها تربى الناموسه خاصها تربى هادشي كلشي راه باقي في الحفظ الصون ما ندوزش شي حرب وحده اخرى عاوتاني. المهم اخوتي هذا هو الفيديو كان توضيحي الفيديو الجاي ان شاء الله.